تحتفل جموع المسلمين بالمولد النبوي كل عام هجري، ويختلف شكل الاحتفال من بلد لآخر، بل نجد في البلد الواحد أشكالاً متعددة للاحتفال بالمولد النبوي. المولد النبوي أو مولد الرسول هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي يصادف 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في البلدان الإسلامية، ليس باعتباره عيداً بل فرحة بولادة نبينا رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته في بعض الدول الإسلامية، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله، ويقدم فيها الطعام والحلوى وغيرها من الأطباق. يرجع المسلمون الذين يحتفلون بالمولد النبوي بداية الاهتمام بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي نفسه حين كان يصوم يوم الاثنين ويقول: هذا يوم ولدت فيه. مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين أضاء بحسنه مكة المكرمة التي ولد فيها، فكان بشرى لأمه آمنة بنت وهب، وخير خلف لأبيه الهاشمي المتوفى عبد الله بن عبد المطلب. وفي هذا اليوم العظيم يستحسن الذكر والإكثار من الصلاة على الشفيع لنيل شفاعته يوم الدين، كما يجب أن تستغل هذه الذكرى بكل ما هو مفيد من عمل الخير على اختلافه، فتقدم الصدقات وتستذكر الأحاديث النبوية الشريفة والسنن.